السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. بسم الله الرحمن الرحيم، الحمد لله رب العالمين، وصلى الله على نبينا محمد وعلى آله وأصحابه أجمعين. أما بعد، نكمل الدرس في التفسير، وقد توقفت عند سورة الضحى. وهذه السورة أيها الأفاضل أيها الإخوة تسمى بسورة الضحى وتسمى بسورة والضحى، يعني بالواو. وورد في الحديث أن النبي عليه الصلاة والسلام كما عند النسائي، والحديث صح حول الألباني في صحيح النسائي، والحديث أصله في الصحيحين دون ذكر إلى السماء انفطرت، أن جاء أن معاذ بن جبل رضي الله تعالى عنه لما قام يصلي بالناس في صلاة العشاء طول بهم رضي الله عنه وأرضاه، فقال النبي عليه الصلاة والسلام: فتان أنت يا معاذ رضي الله عنه وارضاه. قال: فتان أنت يا معاذ، أين أنت عن سبح اسم ربك الأعلى والضحى وإذا السماء انفطرت؟ فالنبي صلى الله عليه وسلم قال: والضحى بالواو. فتسمى هذه السورة بسورة الضحى وتسمى بسورة والضحى. والعلماء يفرقون، والضحى هو صدر النهار، الضحى صدر النهار، يعني بعد طلوع الشمس إلى حول الزوال تقريبا، يسمى ما قبل الزوال، صدر النهار عموما يسمى بالضحى. والعلماء يفرقون بين الضحى بالألف المقصورة وبين الضحى بالألف الممدودة. فالله سبحانه وتعالى وقال: وهذه السورة سورة مكية، سورة مكية. وأهل العلم قالوا إن سبب نزول هذه الآيات في قوله سبحانه وتعالى والضحى إلى قوله ما ودعك ربك وما قلى، أن النبي عليه الصلاة والسلام اشتكى ليلة أو ليلتين فلم يقم عليه الصلاة والسلام، فأتت إليه عجوز من الكفار، قيل إن هذه العجوز هي أم جميل، زوجة الضال أبي لهب، وقالت: ما أرى ربك يا محمد إلا وقد قلاك، يعني وتركك وأبغضك، قلاك يعني أبغضك، فأنزل الله تعالى ما ودعك ربك وما قلى. وقيل أنه لما انقطع جبريل عليه الصلاة والسلام عن النبي عليه الصلاة والسلام، انقطع عنه بعض لحكمة أرادها الله تعالى، أتى كفار قريش واستغلوا هذا الانقطاع، وقالوا: لعل ربك يا محمد ودعك وتركك وقلاك، يعني أبغضك، فأنزل الله الدفاع عن رسول صلى الله عليه وسلم فقال: ما ودعك ربك وما قلى. فالله تعالى يقول: أعوذ بالله من الشيطان الرجيم، بسم الله الرحمن الرحيم: والضحى والليل إذا سجى ما ودعك ربك وما قلى وللآخرة خير لك من الأولى ولسوف يعطيك ربك فترضى ألم يجدك يتيما فآوى ووجدك ضالا فهدى ووجدك عائلا فأغنى فأما اليتيم فلا تقهر وأما السائل فلا تنهر وأما بنعمة ربك فحدث. فالله سبحانه وتعالى افتتح هذه السورة مقسما بالنهار إذا انتشر ضياؤه، لأن الواو في الضحى واو القسم، فالله سبحانه وتعالى والمقسم به الضحى، إذا الضحى والليل والضحى والضحى المقسم به الضحى، والمقسم به أيضا الليل إذا سجى، يعني الليل إذا أظلم. وجواب القسم: ما ودعك ربك يا نبي الله وما قلى، يعني ما تركك، وما قلاك يعني ما أبغضك، لأن القلي هو البغض. فالله تعالى افتتح هذه السورة الكريمة مقسما بالنهار إذا انتشر ضياؤه وبالليل إذا سكن واشتدت ظلمته، على أنه ما ترك نبيه محمدا عليه الصلاة والسلام
وما أبغضه. ثم قال الله تعالى لمبشر لنبيه عليه الصلاة والسلام قال تعالى ولثواب الآخرة خير لك من الدنيا وما فيها، قال ما ودعك ربك وما قلى وللآخرة خير لك من الأولى. والعلماء التمسوا أو بعض أهل العلم التمس المناسبة بين قوله تعالى ما ودعك ربك وما قلى ويأتي بعدها قوله سبحانه وتعالى وللآخرة خير لك من الأولى، يلتمسون يعني أن المناسبة بين الآيتين أن هذه الآية وهي قوله تعالى ولا سوف يعطيك ولا الآخرة خير لك من الأولى، أنك كما استبشرت وفرحت يا محمد يا نبي الله صلى الله عليه وسلم لما قال الله عنه ما ودعك ربك وما قال فرح صلى الله عليه وسلم واستبشر بذلك. فالله سبحانه وتعالى يقول إن هذه البهجة وهذا الفرح عندنا ما هو أكثر منها أيضا لك في الآخرة، فسنعطيك الشيء الكثير في الدنيا والآخرة. فقال تعالى وللآخرة خير لك من الأولى. فالله تعالى قال مبشرا للرسول صلى الله عليه وسلم ولثواب الآخرة خير لك من الدنيا وبها، ولسوف يعطيك ربك فترضى، يعني يعطيك من الخير أشياء كثيرة حتى ترضى. ولقد أعطى الله نبي صلى الله عليه وسلم أشياء في الدنيا وفي الآخرة، فمن ضمن مثل ذلك يعني أمثلة وهي كثيرة. فالله أعطى نبيه بالدنيا مثلا أشياء كثيرة، من ذلك أن الله سبحانه وتعالى أخبر أن النبي صلى الله عليه وسلم أخبر قال أعطيت خمسا لم يعطاهن أحد من الأنبياء قبلي، نصرت بالرعب مسيرة شهر وحلت لي الشفاعة، وكان النبي يبعث إلى قومه خاصة وبعثت للناس عامة، وحلت لي الغنائم وغير ذلك، وكما قال صلى الله عليه وسلم. وأيضا أعطاه الله سبحانه وتعالى أعطى نبيه أشياء كثيرة في الآخرة، من ذلك أن الله أعطاه الشفاعة يوم القيامة، الشفاعة العظمى وهو المقام المحمود، وأعطاه على يعني المقام المحمود، وأعطاه الله سبحانه وتعالى أنه أن أمته نصف أهل الجنة أمة محمد صلى الله عليه وسلم، هذا يرضيه. وأيضا أعطاه الله أنه أول من يطرق باب الجنة ويقول له رضوان بواب الجنة من؟ فيقول محمد عليه الصلاة والسلام، يقول أمرت أن لا أفتح لأحد قبلك، فيكون أول من يدخل الناس من الناس في الجنة، وهو صلى الله عليه وسلم أول من ينشق القبر عنه عليه الصلاة والسلام. فالله أعطى نبيه صلى الله عليه وسلم أشياء كثيرة في الدنيا والآخرة. ثم عدد الله تعالى بعض نعمه عن النبي صلى الله عليه وسلم فقال ألم يجدك ربك يا محمد يتيما فيسر لك من يؤويك ويكفلك، لأنه صلى الله عليه وسلم نشأ يتيما، ثم لما نشأ يتيما عليه الصلاة والسلام كفله جده عبد المطلب فالله آواه بعد هذا اليتم، فلما توفي جده عبد المطلب نصره عمه أبو طالب وقام في نصرته أشد النصرة. ولذلك فأن أبو طالب في لامية المشهورة وفي أبيات الله الشعرية معروفة مشهورة يعني قال والله لن يصل، لما اشتكى كفار قريش ذهبوا إلى عمه أبو طالب وقالوا يعني أبعد عنا ابن أخيك محمد فقد سب آلهتنا وفرق بيننا إلى آخره. فقال أبياته المشهورة أبو طالب قال والله لن يصلوا إليك بجمعهم يعني الكفار حتى أوسد في التراب دفينا، يعني حتى أموت وتكون وسادتي التراب في القبر، والله يعني يا محمد والله لن يصلوا يعني الكفار والله لن يصلوا إليك بجمعهم حتى أوسد في التراب دفينا، فامضي لأمرك ما عليك غضاضة أبشر وقرب بذاك منك عيونا، وعرضت دينا قد عرفت بأنه من خير أديان البرية دينا، لولا الملامة أو حذار مسبة لوجدتني سمحا بذاك مبين، أبياته المعروف في لاميته وغير ذلك من الأبيات التي رويت عنه. ومع ذلك النبي صلى الله عليه وسلم تابع عمه حتى في سكرات الموت، قال يا عم قل لا إله إلا الله، ولكن عمه مات على الشرك بالله العلي العظيم،
إلى آخره في القصة المعروفة. فالله تعالى يقول لم يجدك يتيما فوجدك ضالا فهدى. وليس معنى ذلك وجدك ضالا فهدى يعني أنك كنت كما كان قومك من كفار قريش على الضلال، على الشرك والوثنية وعبادة الأحجار والأوثان والأشجار والأباطيل. لا، ليس هذا المعنى، وإنما المعنى كما سيأتينا من ضمن المعاني أن الله سبحانه وتعالى في قوله تعالى وجدك ضالا فهدى، يعني أن الله علمك ما لم تكن تعلم، وكان كما قال وعلمك ما لم تكن تعلم، وكان فضل الله عليك عظيما. وإلا فهو صلى الله عليه وسلم كان في الجاهلية حتى قبل أن يكون نبيا عبد الله على دين إبراهيم صلى الله عليه وسلم الحنيفية السمحة. ولذلك ورد عنه أن صلى الله عليه وسلم كان في صحيح البخاري أنه كان يتعبد بغار حراء فيتحنث فيه، وهو التعبد الليالي ذوات العدد. فهو صلى الله عليه وسلم كان حتى في الجاهلية كان على دين إبراهيم صلى الله عليه وسلم، أبوه إبراهيم عليه الصلاة والسلام. ثم أمر الله تعالى ثم قال وجدك ضالا عن معرفة القرآن والإيمان فعلمك وهداك، ووجدك فقيرا فأغناك. فأغناه الله سبحانه وتعالى بالمال، ولكنه زهد في الدنيا عليه الصلاة والسلام. أغناه الله، كان يتاجر في مال خديجة رضي الله عنها، ثم لما ماتت خديجة قيل له ورثها، ثم لما مات أبوه ورثه مثلا. وكذلك رزقه الله الغنائم التي تأتي إليه من الحروب والغزوات. ولذلك ورد عنه صلى الله عليه وسلم أنه قال وجعل رزقي تحت ظل رمحي، أو كما قال صلى الله عليه وسلم. فالله أغنى نبيه صلى الله عليه وسلم، فالله يعدد نعمه على رسوله صلى الله عليه وسلم. قال نعم. ثم أمر الله تعالى محمد صلى الله عليه وسلم، أمره بشكر هذه النعم، كما وجدناك يتيما فآويناك، وجدناك ضالا فهديناك، وجدناك فقيرا فأغنيناك، وجدك عائلا، العائل هو الفقير. ولذلك يقول الله تعالى إنما المشركون نجس فلا يقربوا المسجد الحرام بعد عامهم هذا، وإن خفتم عائلة يعني فقرا فسوف يغنيكم الله من فضله إن شاء الله، إلى آخر الآيات. فالله سبحانه وتعالى أمر رسوله بشكر هذه النعم، فقال فأما اليتيم، لأنك يا محمد يا نبي الله جربت اليتم فلا تهن اليتيم ولا تظلم اليتيم. ولأن العرب كانوا في الجاهلية كانوا يظلمون الضعيفين، المرأة واليتيم. فأتى صلى الله عليه وسلم وصحح المفاهيم صلى الله عليه وسلم، وضرب أروع الأمثلة عليه الصلاة والسلام باستجابته لأوامر ربه سبحانه وتعالى، فأكرم اليتيم ووعد وزجر عن ظلم اليتيم. فقال تعالى إن الذين يأكلون أموال اليتامى ظلما إنما يأكلون في بطونهم نارا وسيصلون سعيرا. ورغب في رعاية اليتيم في أكثر من حديث، فقال صلى الله عليه وسلم أنا وكافل اليتيم في الجنة كهاتين، وأشار إلى الصحابة، أشار بالسبابة والوسطى يعني كقرب السبابة من الوسطى. فصحح المفاهيم صلى الله عليه وآله وسلم. وأما السائل فلا تنهره ولا تزجره، إذا أتاك سائل يسألك دين أو دنيا، يسألك عن دين الله فلا تنهره ولا تزجره يا نبي الله. وإذا سألك الكرم وسألك من الدنيا والدين فلا تنهره وأعطه. ولذلك ضرب أروع الأمثلة صلى الله عليه وسلم في كما قال الله عنه وإنك لعلى خلق عظيم، وأتى بمؤكدات أنه سبحانه وتعالى أتى بمؤكدات إنك النون المؤكدة وغيرها من المؤكدات، أن النبي صلى الله عليه وسلم ضرب أروع الأمثلة بخلقه عليه الصلاة والسلام. فلم يكن يرد سائلا لا في دين الله، لا سائلا يسأل عن دين الله، ولا سائلا يريد الدنيا. وحتى إن الناس كانوا يسيئون الأخلاق معه عليه الصلاة والسلام، ومع ذلك يصبر عليهم صلى الله عليه وسلم. وأما السائل فلا تنهر وتزجر، وحدث الناس بما أنعم الله به عليك، حدثهم بما أنعم الله عليك من النعم التي أعطاك الله إياها. فالشخص يحدث بما أنعم الله عليه، ولكن لا يكون تحديث الواحد بالنعم التي أنعم الله بها عليه أن يكون على سبيل العجب والغرور بالنفس
أو يكون على سبيل الاحتقار للآخرين، هذا لا يجوز. فالله لما قال للنبي صلى الله عليه وسلم وأما بنعمة ربك فحدث، يعني حدث الناس ما أعطاك الله من النعم في الدنيا والآخرة، ومن ضمن النعم بل أعظم نعمة نعمة الإسلام، فحدث الناس بهذا الإسلام وحدث الناس ما أعطاك الله من النعم. فقام صلى الله عليه وسلم بهذه الأشياء على أتم القيام، ووفى بما أمره الله به ربه، كما كان أبوه إبراهيم صلى الله عليه وسلم، كما قال الله عنه وإبراهيم الذي وفى. فالنبي عليه الصلاة والسلام كان شاكرا لربه، ولذلك فإنه كان يصلي من الليل حتى تتفطر قدماه، فتقول له عائشة رضي الله عنها أما غفر الله لك ما تقدم من ذنبك ما تأخر، فيقول أفلا أكون عبدا شكورا. إذن فالله سبحانه وتعالى يقول ألم يجدك يتيما يا محمد، واليتيم هو من مات أبوه وأمه قبل البلوغ. وفي قوله ألم يجدك يتيما الاستفهام هنا تقريري، يعني قد وجدك الله يا محمد يتيما فآواك بأن كفلك جدك عبد المطلب ثم أبو طالب وهكذا دواليك، وجدك ضالا فهدى، ومعنى هذا وجدك ضالا عن معرفة القرآن والإيمان فعلمك القرآن وهداك إلى الإيمان، وعرفك يا محمد عليك السلام أحكام الإسلام، وقد كنت غافلا عن ذلك وجاهلا به قبل النبوة، كما قال الله تعالى لرسوله صلى الله عليه وسلم وأنزل الله عليك الكتاب والحكمة وعلمك يا محمد، يعني ما لم تكن تعلم وكان فضل عليك عظيما، وقال وما كنت تتلو من قبله من كتاب ولا تخطه بيمينك، فيعني فعلمناك، وقال وكذلك أوحينا إليك روحا من أمرنا، ما كنت يعني يا محمد ما كنت تدري ما الكتاب ولا الإيمان، ولكن جعلناه نورا نهدي به من نشاء من عبادنا إلى آخره. وفي قوله تعالى وأما السائل فلا تنهر، هذا في مقابل وجدك ضالا فهدى، وأول ما يدخل في السائل عن الشريعة وعن العلم، فلا تنهره يا محمد، يعني لأنه إذا سألك يريد أن تبين له الشريعة، وجب عليك يا محمد عليه السلام أن تبينها له، لقول الله تعالى وإذا أخذ الله ميثاق الذين أوتوا الكتاب لتبيننه للناس وتكتمونه. فلا تنهره، إن نهرته نفرته، ثم إنك إذا نهرته وهو يعتقد أنك فوقه، لأنه لم يأتي يسأل إلا أنه يعتقد أنك فوقه، أصابه الرعب واختلفت حواسه، وربما لا يفقه ما يلقى إليك من السؤال، أو لا يفقه ما تلقيه إليه من الجواب. وقس نفسك أنت لو كلمت رجل أكبر منك منزلة ثم نهرك، ضاعت حواسك ولم تستطع أن ترتب فكرك وعقلك. لهذا لا تنهر السائل، وربما يدخل في ذلك أيضا سائل المال، يعني إذا جاءك سائل يسألك مالا فلا تنهره، لكن هذا العموم يدخل التخصيص إذا عرفت أن السائل في العلم إنما يريد التعنت وأخذ رأيك وأخذ رأي فلان وفلان حتى يضرب آراء العلماء بعضها ببعض، فهنالك الحق أن تنهره وأن تقول يا فلان اتق الله، ألم تسأل فلان؟ كيف تسألني بعدما سألت؟ أتلعب بدين الله؟ أتريد أن إن أفتاك الناس بما تحب سكتت، وأن أفتوك بما لا تحب ذهبت تسأل؟ هذا لا بأس أن تنهر، لأن هذا النهر تأديب له. وكذلك سائل المال، إذا علمت أن الذي سألك المال غني فلك الحق أن تنهره، ولك الحق أيضا أن توبخه على سؤاله وغني، إذن هذا العموم السائل فلا تنهر، مخصوص فيما إذا اقتضت المصلحة أن ينهر فلا بأس. وكذلك لا يدخل في النهر في قوله تعالى وأما السائل فلا تنهر نهي السائل عن مخالفة آداب السؤال في الإسلام، كما نبه على ذلك غير واحد من أهل العلم. اللهم احفظنا، والسورة فيها فوائد لكن الوقت داهمنا. اللهم احفظنا بالإسلام قائمين، واحفظنا بالإسلام قاعدين، واحفظنا بالإسلام راقدين، ولا تشمت بنا الأعداء والحاسدين. اللهم إنك عفو تحب العفو فاعف عنا. اللهم آتنا في الدنيا حسنة وفي الآخرة حسنة وقنا عذاب النار. اللهم إنا نعوذ بك من البرص والجذام والجنون وسيء الأسقام، نعوذ بك من جهد البلاء ودرك الشقاء وسوء القضاء وشماتة الأعداء،
نعوذ بك من تحول عافيتك وزوال نعمتك وفجاءة نقمتك وجميع سخطك. اللهم وفق ولي أمرنا بتوفيقك وأيده بتعييدك، انصر به دينك وأعلي به كلمتك. اللهم وفقه ولي عهده لما تحب وترضى، وصلى الله على نبينا محمد وعلى أصحابه أجمعين.